كان الموضوع المحوري لهذا المنتدى هو التغير المناخي في القارة الأفريقية، باعتبار أن المناخ يمثل نقطة أساسية للتنمية. أما الموضوع الفرعي فيتمثل في طوارئ المناخ وفعالية وساعي الإعلام في التغير المناخي. هذا وقد ناقش الصحفيات الأفريقيات القادمات من 54 بلدا في أعمال هذا المنتدى التغير المناخي في أفريقيا ودور وسائل الإعلام في كيفية التوعية والتعامل مع تقلباته. هذه النسخة الثالثة للمنتدى جمعت 300 صحفية مثلنا إذاعات ووكالات أنباء وتلفزيونات وصحف متعددة، وهي مبادرة جاءت من قبل مجموعة المغرب الإعلامية، ويهدف المنتدى كذلك إلى توعية المواطن حول مسؤولية الإعلام ودوره في تكوين الآراء داخل المجتمعات الأفريقية. لدى افتتاحه لأعمال المنتدى دعا سالم شيخ المدير العام لمجموعة المغرب الإعلامية المشاركات إلى ضرورة إيجاد وسائل نشر ونقل أخبار تعتمد على توعية الجماهير بشكل أكبر. رئيسة اللجنة الدائمة للصحفيات الأفريقيات فتحية العيون حثت زميلاتها على تحمل المسؤولية ومناقشة الموضوع العام للمنتدى بإسهاب بغية اعتماد استراتيجيات جماعية تسمح بالعمل والتعاون تباعا من الدول الأفريقية. هذا وخلال يومين اقترحنا المشاركات حلول لبعض الأوائق، كما قدمنا مقترحات من بينها تدريب الصحفيات من أجل نشر رسائل توعوية للتجمعات وإعداد ميثاق للصحفيات، كما تم التصويت على خطة عمل 2020 في نهاية الأعمال.